بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي عن بدائل كل من الكولشيسين والكاربيمازول. طب انت ليه عملت الفيديو ده؟ عشان تقريبا في خلال السنة ونص اللي فاتت دول المنتجين دول المفروض الطبيعي والبديهي موجودين بكميات كبيرة جدا، يعني مثلا موجودين في اي صيدلية، سواء صيدلية كبيرة او صيدلية صغيرة. فالمشكلة لما حصلت سواء ده او ده لما نقص عمل ازمة كبيرة جدا. فهحاول اقسم لك الفيديو لثلاث نقط، روح للحته اللي انت عايزها. تمام، بالنسبه لاول نقطه معانا الا وهي الكولشيسين. كولشيسين انتاج شركه النصر للكيماويات، او شركه النصر عموما شركه من الشركات القابضه يعني هولدي. تمام، فعندنا شركات قابضه كتير بتقدم منتجات حيويه. يعني الكولشيسين ده مثلا لما غاب عمل مشكله كبيره. تمام، فدي الفكره دلوقتي. فكولشيسين عندنا شركه النصر، ايه اللي حصل لما الكولشيسين ده نقص؟ اللي هو الناس راحت للمنتج المستورد. طب ايه الفرق بين المستورد والمصري؟ المصري نص مللي جرام. تمام، فاللي هو الثلاث منتجات المصري عندنا التركيز نص، المستورد 1 مللي جرام. تمام، فمعظم الناس حتى راحت للمنتج، او مثلا ممكن يكون في منتج مصري متوافر، طب وليه انا اجيب المنتج المصري ما اجيب المنتج المستورد والربح فيه بيكون عالي؟ تمام، وفي ناس برضو بتحب مثلا عندها عقده المستورد، يقول لك مثلا انا اجيب المستورد حتى لو الكولشيسين موجود. فعندنا الكولشيسين بتاع شركه النصر، عندنا اول بديل له عندنا المستورد. تمام، اللي هو 1 مللي جرام اللي هو ضعف الجرعه. تمام، بالنسبه للبدائل بتاعت عندنا 2 بديل. تمام، عندنا الكولميتيدين بتاع شركه القاهره. تمام، وعندنا الجوريست تبع شركه الفرعونيه او فارو فارما. تمام، بالنسبة للكولميتيدين برضو نفس الفكرة، نص ملي جرام. تمام، شركة القاهرة نفس شركة النصر اللي هي تبع مجموعة شركة من الشركات القبضة. القاهرة منتجاتها حلوة جدا يعني وكده، والنصر تقريبا لو افتكر النصر للكيماويات منتجاتها هاي كواليتي حلوة قوي. تمام، فسواء النصر او القاهرة كولشيسين كولميتيدين. وانا تقريبا عرفت الكولميتيدين لما الكولشيسين نقص، الناس بقى ابتدت تطور وتشوف البدايل يعني. تمام، حتى الناس مثلا اللي كانت متمسكه بفكره اللي هو انا عايز الكولشيسين بالاسم اللي هو المصري تبع الشركه القابضه. تمام وكده، يقول لك لا، الناس القناعات بتتغير وقت الازمات. تمام، دي نقطه. النقطه الاخيره طبعا يعني شركه الفرعونيه او فارفارما عندهم منتج الا وهو اسمه الجورست. ده منتج اتباع حلو قوي لما الكولشيسين والكلونيتيدين مش موجود، الجورست تبع الفرعونيه اتباع برضه بشكل غير طبيعي. مثلا اتباع للمستشفيات، شوف مثلا عندنا كام مستشفى في مصر، واكيد المستشفى يعني مش هتاخد بالقرص واللاتين، ممكن تاخد 1000 2000، فنفس الفكره، فاتباع منه كميات كبيره جدا. تمام، فبالنسبه للكولشيسين الحاجات الموجوده انا شايفها كويسه، مثلا يعني حتى اسعارها كويسه جدا. يعني كولشيسين كولميتيدين جورست الثلاثه اسعارهم يعني افيلابل بقى وكده، بعكس مثلا الكولشيسين المستورد مثلا مع ازمه الدولار ولا حاجه الدنيا رفعت فيه جدا. تمام، فدايما يعني خليك اول حاجه الموجوده. تمام، مفيش مشكله يعني. فكل الشيء طبعا يعني لكل الناس، وكل شيء طبعا معروف عن استخداماته المتنوعه. دي كانت اول نقطه في الفيديو. النقطه الثانيه عندنا كاربيمازول. كاربيمازول 5 مللي جرام، شركه سيد سي اي دي، التنميه للصناعات الدوائيه. الدوائيه يعني كيميكال اللي هي سي، صناعات اندستري اي، وتنميه يعني ديفلوبمنت سي اي دي، شركه سيد. تمام، دي برضو شركة نفس فكرة فوق النصر والقاهرة، النصر والقاهرة وسد والكسندرية بقى والى اخر الشركات بقى وكده. تمام، فشركة سد شركة تبع مجموعة الشركات القابضة، بتقدم منتج تقريبا يعني او في وقت كبير جدا ما كانش له بديل. تمام، كاربيمازول 5 مللي جرام شركة سد، لما نقص او حصل فيه مشكلة لا يعني عمل يعني ازمه كبيره يبقى او كده. تمام، حتى ممكن الناس مثلا تاخد بدائل غلط، وده أسوأ من يعني من عدم توفر المنتج، انك تاخد بديل غلط دي كارثه كبيره. تمام، بالنسبه للبدائل بتاعته نفس الفكره اللي فوق، عندنا بديل مستورد وعندنا بديل مصري. بديل المستورد عندنا حاجه اسمها نيو ميركازول، برده نفس الفكره، بيكون سعره غالي بقى وكده. فبالنسبه للبديل المصري الموجود عندنا حاجه اسمها سيروكاربين. سيروكاربين 5 مللي جرام، نفس الماده الفعاله بنفس التركيز، موجود تبع شركه رويال لينك فارما. الشركه دي موجوده في الدقهليه. تمام، اللي في المنصوره بقى وكده. تمام، فالفكره السيروكاربين انا شفته في كذا صيدليه وبيطلعوه عادي جدا والدنيا شغاله وحلوه، بس المتعارف عليه من شركه سد دايما يعني بتحل الازمه بسرعه، والكارميازول بتديك منه كميات كبيره جدا والسعر بقى وكده، فدي الفكره. فالكارميازول كاربيمازول عندنا المستورد نيوميركازول،
عايز بديل مصري، يبقى عندنا كارمازول وعندنا سايروكاربين، تمام؟ ما بين مثلا الكارمازول والكولشيسين، الكولشيسين احنا قلنا استخدامته كتير فبيبقى اكتر. الكارمازول مثلا الناس مقتصرين على الغده بقى وكده، فاستعمالاته اقل شويه في عدد الناس، يعني انت مثلا بتعملها بشكل احصائي اكتر، تمام؟ النقطه الثالثه اللي انا هختم بيها، عندنا مثلا شركات قبضه، تمام، شركات محليه يعني ملك لاصحابها بقى وكده، وعندنا شركات مالتي ناشونال وانترناشونال بيجي يستثمروا منتجات كتيره جدا، تمام. فالشركات القابضه بتخلق جو من التوازن، تمام. وفي ما بين الشركات القابضه والشركات المالتي في حاجه اسمها مثلا التزام، مسؤوليه، كوميتمنت قدام المرضى ان هم يعملوا حاجه حتى لو مش هتربحهم، بس في نفس يعني من داعي المسؤوليه وكده، يعني مش كل حاجه فلوس. ممكن مثلا شركه تعمل عندها اربع خمس منتجات مش افضل حاجه ومش بيتقدموا للقيمه الحقيقيه، بس لما تعمل جنب الحاجه جنب البروتوفوليو ده منتج او اتنين بيحل لي مشكله، او يحصل ازمه الاقي المنتج ده حل مشكله، وبغض النظر يعني ان هو هيحل مشكله بس هو هيبيع كتير جدا في وقت الازمه بقى وكده، بس هيحل لي مشكله، هيعمل صوره للشركه يعني هيكون حلوه قوي. يعني انا لما شفت السايروكاربين اللي هو بتاع قصاد سد ده اللي هو بتاع رويال لينك فارم، انا فرحت مثلا المنتج موجود، عكس طبعا المستورد اللي ممكن تلاقي اسعاره تتفاوت من مكان للتاني وبتلبس اسعار غريبه بقى وكده. فلا، فوجود شركه عندها منتجات بتخلق منتج او اتنين، لو كل شركه عملت ده تقريبا يعني هتكون حاجه حلوه قوي. وفي حين برضو للمستورد دايما يعني مش على مدار السنه او على مدار السنين بيكون متوافر، حتى لو تعمل منه كميه قليله ووقت الازمه بقى تعمل كميه كبيره بقى وكده. فنفس الفكرة، فوجود حاجة زي كده مفروض محرك كبير من محركات الشركات، غير الفلوس طبعا يعني اللي هو بيحرك تقريبا كل الناس. فاحنا كده اتكلمنا عن الكولشيسين بدايله، واتكلمنا على الكاربيمازول تمام وبدايله، واتكلمنا عن المحرك اللي بيحرك الشركات بقى وكده، تمام. لو انت استفدت من الفيديو لايك شير سبسكرايب. كان معاك الصيدلي محمدي، شكرا كتير.